بسم الله. بسم الله ما شاء الله. لحن وانغام. اذا كنت عارفه كيف عملنا هالمحاشي الرهيبه طبعا بعد نشوف طريقه التحضير. للمحاشي بشكل نحتاج كوسه، باذنجان حبه طويله، وباذنجان للمحشي الصغير، وفيك تضيف فليفله، فيك تضيف بصل، فيك تضيف اي شيء، جزر، بطاطا. انا عملت المحاشي على الاصول بس كوسه وباذنجان، وهلا من راح نشوف كيف نسوي الحشوه. كيلو رز منقوع 20 دقيقة، رز مصري طبعا. نحتاج معلقتين ملح صغار او معلقة كبيرة، فلفل اسود معلقة صغيرة يعني معرمة، نص معلقة سبع بهارات، ومعلقة صغيرة نعناع يابس، معلقة كبيرة ثوم، سمن حيواني، هاي سمنة بلدية شغل سورية يعني، زيت نباتي. وهلا بنحرك الرز شوي ومنضيف اللحمة المفرومة معلية. كمية اللحمة مثل بدكم، فيك تحطوا 100 جرام، فيك تحطوا 200 جرام، 300 جرام حسب الإمكانية. هون أهم خطوة نخلي اللحم يتشبع بالرز، وهيك صارت عندنا الحشوة جاهزة. بنبلش نحشي. اول شيء نبلش بالباذنجان. لازم نعبي المحشي لفوق النص بشوي، تلتين يعني. شوفوا بهذا الشكل حبة الباذنجان. هلا بنعبي حبة الباذنجان القصيرة هاي الطريقة. نعبي كمان، نحاول ما نكتر بالكوساية مشان ما تفلش معنا، وما تكبسوا الحشوه، ما تكبسوا بقلب الكوسه، بعدين بتعجن معكم الحشوه بتطلع مدردره، بتطلع معكم حبه وحبه. هلا بدنا نحشيهم ومجهز طنجره، حطهم بالطنجره. وهلا بالنسبه للمحاشي فيكم تحطهم خضار تحت منها، بندوره، بصل، بطاطا، واذا عندكم عظم او عندكم لحم بقطع بعظمه فيكم تحطوها. هاي حريه الاختيار. اسفل الطنجرة شو بتحطها؟ ضيف اللحمة. انا بحب ضيف للحمة بصل، بندورة، وراسين ثوم مغسلين، قصهم بهيدا الشكل، بهيدا الشكل، نص معلقة سبع بهارات، معلقة صغيرة ملح، وشوية زيت، والثوم. منسطر اللحمة أسفل الطنجرة، هي الثوم بهي الطريقة، البندورة. بحط مع اللحمة كم قطعة جزر، بهارات صحيحة، حب ورقة غار، عود قرفي، كم حبة هيل عشان اللحمة تعطي اللحمة طعمة طيبة. بعد ما حشينا الباذنجان والكوسة نسطرهم بالطنجرة بهي الطريقة. هيك صار معنا المحاشي جاهزة. فيكم تضيفوا آخر طبقة بندورة، بطاطا، أي شيء بدكم إياه. انا بدي احط الفخاره. للصوص رح نضيف معلقتين دبس بندوره، ثلاث ملاعق دبس بندوره، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، معلقه نعناع يابس، نص معلقه سبع بهارات. والله بنضيف المي. طبعا بدنا نشوف نحط المحاشي مشان اللحمه تاخذ لون من تحت وتعطي طعمه طيبه. نحطها على النار بدون ما نضيف اي شيء. والله بنضيف طنجره المحاشي وبترك حتى نسمع صوت اللحمه عم يتقلى من تحت، بنضيف المي.
اذا كانت الفخاره صغيره مثل هيدي اللي عندي انا صغيره فيك تحطوا صحن بعدين الفخاره. هلا بنضيف الصوص. اهم شيء بالمحاشي نقوي النار، بس تبلش تغلي بنخفف النار ساعه ساعه وعشر دقائق بتكون جاهزه ان شاء الله. بس تغلي بنغطيها ونشوفكم بس تكون جاهزه. يا ويلي على المحاشي يا ويلي، وهيك صارت معنا جاهزه. ريحة بتغمي. الله الله على المحاشي. نرجع الصحن ومنصفي الصوص بعد ما نسكبه. هلا بعد ما صفينا المحاشي شوفوا المنظر. هلا على القلب. بسم الله. الله الله على المحاشي. ويلي يا ويلي على المحاشي. شوف 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 شوف. قرب 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 قرب. شوف 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 شوف. وعلى حبايب رح ندوق المحاشي. شوف 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 الرز. شوف شوف الرز، شوف الرز كيف مستوي. شوف بسم الله يا ويلي يا ويلي. قرب 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 قرب. شوف شوف اللحم. شوف 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 اللحم. شوف لحن وأنغام، لحن وأنغام. هاي المحاشي تدرس في الجامعات. قرب 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 قرب. يا ويلي يا عم والله سخن. يا ويلي يا ويلي. عملنا لكم محاشي مشكلة بطريقة الشيف برهان. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالشير واللايك والمتابعة. أنا بكبر محبتكم. وتذكروا دائما مع شبرها لحدود الإبداع. نشوفكم بحلقات رمضانية ثانية. إلى اللقاء.